عصبية عنيدة قوية زعيمة التجاهل الأولى، جعفر مع اللي ما تعرفوش، ومية مسة وأنوثة صارخة وضاربة لو وثقت فيك ودخلت قلبها وعقلها، قلبها الأول وبعدين عقلها. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم. اتاخرنا شويه في المراه الحديديه انثى برج الجدي، ولكن جينا. برحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش ان هو يشترك، والجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه، ده اكيد ولازم. وكالبدايه كده او كالمعتاد، انثى برج الجدي انثى من الاناث قويه الشخصيه جدا جدا جدا، 20 30 مليون جدا، مش هبالغ صدقوني مهما انا قلت. عنيدة قوي وراسها اسفلت وزلطة وما يعجبهاش الحال المايل، يعني لو انت راجل معوج ومرتبط بيها مع انثى الجادية هتديك فوق دماغك دغري، ما بتهزرش في المواقف اللي زي دي. ومهم جدا لو انت بتتعامل مع انثى برج الجدي، افصل بين الجد وبين الهزار، ما تبقاش تافه على طول، ما تبقاش هايف على طول، ما تبقاش بتستظرف وتستخف دمك على طول. هي عايزة وقت الجد جد، وقت الهزار والدلع هي هتدلعك، ما تقلقش لأنها فاهمة، فاهمة وواثقة في نفسها، من الإناث اللي واثقة في نفسها وواثقة كمان في إمكانياتها. وأنثى برج الجدي على فكرة جسدها قوي، من الإناث اللي بتتمتع بجسد قوي عافي، صحتها حلوة يعني زي ما احنا بنقول، من الإناث اللي دايما عايزة تصل للقمة وطموحها ملوش إطلاقا حدود، ومش سهل إن هي تخضع ليك حتى لو أنت زوجها أو حبيبها. لازم تكون واثقة إن أنت ليك شخصية فذة وعقلية نفاثة عشان تبدأ إن هي تثق فيك، ويعني بقى تخضع لك طائعة بمزاجها مش شطارة منك. وخلي بالك بتهتم بتفاصيل التفاصيل، ضوافرك تتقص، سنانك يا معفن تتغسل، دقنك تبقى مش سوية، لبسك اظبط نفسك بدل ما هي تظبطك، وهي لو ظبطتك انت اللي هتجيبه لنفسك. عنيدة جدا، متحكمة جدا في مشاعرها، وتستطيع التبارد بدرجة اوفر. هي مش باردة، وانا برضه ارد، احنا عملنا الحلقة اخر حلقة عمال بقول النساء اللي ما بتحبش البط فانثى الجدي جاية في العاشر، قال لك لا الجدي مش باردة يا جماعة. وانا قلت باردة، قلت تستطيع ان هي مقارنة بالنساء التانيين تتحمل الشخصية البطيئة، تتحمل الشخصية اللي عندها رتم هادي. انثى الجدي كده لانها مش متسرعة، مش هوجاء، مش هبلة، مش مجنونة، مش برج ناري والنار بتاكل فيه. النشاط عندها مش باور قوي لدرجة زي النساء النارية مثلا او بعض النساء الهوائية، افهموني بدل ما تظلموني، رجاء رجاء رجاء. انا بقول تقدر تتحمل او تتعامل مع الشخصية دي مقارنة بغيرها من النساء. ما قلتش ان هي باردة او ان هي او ان هي او ان هي، ارحموا ترحموا. بتحب اهلها قوي، من النساء اللي تحب اهلها قوي ومهما طال الزمن تفضل تحن ليهم ومتعلقة بيهم. وفي بعض النساء اول ما تتجوز وتحب وتخلف يعني الاهل اصبحوا شيء من اللي يعني بقى الاساس، الزوج وبيتها. انما انثى الجدي لا، دائما دائما متعلقة جدا باهلها بدرجة جنونية، حمولة، تتحمل وتتحمل المسؤولية، وتقدر ان هي تقود. اديها انت دور القيادة هتلاقيها تقود، عشان كده بتناطح كتير جدا من الرجال في القيادة وتتفوق عليهم. تلاقيه راجل شحط طول بعرضه ومش عارف ياخد قرار، مع انثى برج الجدي هي ملكة القرار، تقدر ان هي تاخد قرار وتدير عاصمة بأكملها، وانت هلفة على الفاضي ما انتش قادر حتى تدير بيتك. وده الفرق بين انثى الجد ورجال ضعيفة الشخصية. لذلك في التوافق اعمل لي علامة اكس، ما يمشوش مع بعض يا اكسلانس اطلاقا. شيالة ما بتنساش، بتخزن ما شاء الله عليها، ورغم ان هي جميلة وقلبها مفتوح للناس كلها، انما بتشيل بتشيل قوي وبتخزن قوي، والاذية ما نقدرش ان احنا ننساها اطلاقا. ودي مشكلة المرأة الحديدية، رغم ان هي ست بيت من الدرجة الاولى
ومهندسه قوي في بيتها، وتحب ان هي بيتها يبقى بيرفكت بيرفكت قوي، ومن النساء كمان اللي بتخاف على شكل جسمها ومنظرها، ما تحبش ان حد يبقى جسمها فيه دهوهات او ان حد يعلق عليها، تحب ان هي على قد ما تقدر وعلى قد الامكانيات المتاحه ليها ان هي تحافظ على جسمها، حاسه بنفسها، حاسه بنفسها. ايوه انثى برج الجدي حاسه بنفسها. ولو انت ما انتش عارف كده يبقى هنزعل من بعض، لو انا انثى جدي يعني بقرب لك المسافه، حاسه بنفسها وعايزه اللي يديها قيمتها ويحسسها بنفسها. وعلى فكره ما بتحب قوي من اكتر النساء المخلصه، ومش بتاعه لف ودوران وتلاقيها دغري معاك وتلاقيها دايركت معاك وتعجب انت بثقتها في نفسها وباستقامتها في الكلام، وهي من النساء اللي الصبورة واللي بتحب بعقلها مش بقلبها. في بعض النساء بتحب بقلبها وتسافر فوق في الفضاء، أنثى برج الجدي لا بقى، العقل بيشتغل يا حبيبي، لذلك حتى لو انت سوما العاشق برضه مش هتغلبها برومانسيتك، في هنا عقل شغال بيوزن وبيرسم وبيفند وبيخطط وبيشوفك انت تنفع ولا ما تنفعش، انت هفأ ولا شخصيتك اي كلام ولا هتنفع ليها. صعبة المنال قوي، من النساء الصعبة المنال، اوعى تفتكر ان انت مهما كنت دنجوان ان انت وبحركتين بقى وواد وسيم ومقطع السمكة وزعانفها ان انت هتعمل لانثى برج الجدي كده هتلاقيها واقفة جنبك، ده هتلففك السبع دخات على ما تديك ريق حلو، ده لو انت يعني كنت الشاب ابو عين ازاز ولا مش عارف بيقولوها ايه. اوعى ابدا تفتكر ان الوصول لانثى الجاديه او امتلاكها شيء سهل، ده ضرب من الاستحاله، مش هقول الخيال عشان اكون واقعي شويه. انثى برج الجدي صعب قوي وعلى ما تقتنع، وصعب تغير قراراتها، ومين ده اللي يملى عينها وشايفه نفسها رئيسه جمهوريه نفسها، لذلك مفيش عمار قوي بينها وبين البرنس الزعيمة العصابه، لو لحدوا الاتنين على بعض هيقطعوا شعور بعض، هيولعوا ببعض، لان دي شايفه نفسها نمبر ون ودي شايفه نفسها نمبر ون. انا بقى مش عايز اطول عليكم عشان ما تقعدوش تقولوا انت رغيت كتير، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي ارائكم وتشيروا، انا عايز كل النساء بقى وكله يعرف صفات انثى برج الجدي، نشير واللايك بساعتها كمان الحلقه ان هي توصل لاكبر قدر، ندوس لايك لو مش هنقدر ان احنا نشير. والملكه الروقان بقى الدلويه الحلقه الجايه، وانا بعتذر جدا ان انا اتاخرت، وده تاني برضو يا جماعه بقول اي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد اعملوا له ابلاغ على طول، ده نصب اوعوا تثقوا فيه، دايما بكرر خلي بالكم من النقطه دي عشان الناس النصابين اللي بتنتحل شخصيتي. قنواتنا التانية الانستجرام الفيسبوك اللي بيسأل ازاي اتواصل معاك، كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك. وموعدنا مع ملكة الرواق، الى اللقاء.